السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة فاملي كيتشن فلوغز. اليوم ان شاء الله غادي نقدموا لكم صوصيت بالكفتة تاع الغنمي. كنا ديجا درنا فيديو ديال الصوصيت، راجلي كان وجدوا معكم مع بنتي. اليوم ان شاء الله غادي نديرو بالكفتة تاع الغنمي، وصراحة كيجي زوين حتى هوايا. نخليكم ان شاء الله مع المقادير وطريقة التحضير. هنايا راجلي عنده 3 كيلو ديال الكفته تاع الغنمي. هنا طحن المعدنوس والقزبر مع بصله، هذا هو المصران اللي غيستعمل بحال هكا. كي ضروري قال لك خاصو يتغسل 3 المرات قبل ما تستعمليه. كاس تاع الزيت، الهريسه، المهم انا بحال عندنا 2 معالق كبار ديال الهريسه، معلقه كبيره ديال الثومه غبره، معلقه كبيره ديال الكمون والملحه، معلقه كبيره ديال البابريكا، الخرقوم، السكينجبير والبزار، وهنا الفصوص تاع الثوم. هذوك حتى ان شاء الله غادي يطحنهم، المهم غادي يقصصهم ونستعملهم. هذا في بلاصه التصفيره او ملون كنستعملوا هذا النوع هذا ديال الليقامه، كيكون حتى هو مخلط فيه الكورياندر وفيه الكمون، واللون ديالو تيكون صفار كيتبع بهذيك الطريقه. هذه صراحه هو كيجي زوين. دابا غادي يبدا يخلط دوك القوام كاملين. كما قلت لكم المصران خاصو ضروري تغسل بالاقل 2 مرات حتى 3 المرات باش تحيد منه ديك الملحه اللي كيكون يعني مرقد فيها. مع الملحه كتكون غليظه، وقال لك لا خليتوها بلي كتخدموا في الصوصيط المصران كيبدا يتقطع، يعني من الاحسن تغسلوه مزيان. يلا خليتكم على طريقه التحضير. دابا غادي يزيد واحد الكاس تاع الماء، يقدر يزيد كاس حتى الكاس ونص، ضروري هاد المرحله هادي ضروري ما خاصو يزيد داك الكاس تاع الماء. الكفته ما خاصهاش تكون يعني قاصحه، خاصها تكون شويه جاريه باش تقدر يعني نقدروا نعمروا بها المصران.
تحبوها هو سالة، سالة السوسيت، وتبارك الله صراحة كيجي زوين بزاف. مهم، هذا هو الفيديو ديالنا ديال اليوم، نتمنىكم تجربوا الوصفة صراحة كيجي زوين بزاف، وما كاين محسن الواحد يوجده في الدار، وسهلة الطريقة ماشي صعيب، الواحد غير يجرب. المهم هي الماكينة تكون عندك ديال السوسيت، أو ترى ما كانش تعملوا الماكينة ديال العجانة غير يكون عندك التيو ديالها. يلا بصحتكم وراحتكم.